حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. غضب يسيطر على مدن يمنية، هل سينجح الشارع في إيقاف تدهور العملة؟ لأنهم سافروا إلى الضالع، ميليشيا الحوثي تعتقل 8 مواطنين في إب. وشبكة البي بي سي في زيارة إلى بلدة هندية لا وجود فيها للأبواب. أهلا بكم. بينما كان المصور الصحفي محمد الطاهري يحاول إسعاف أحد ضحايا المواجهات بين قوات الجيش ومسلحين تابعين لكتائب أبو العباس إلى مستشفى المظفر بمدينة التعز مساء الأحد، أصيب برصاصة غادرة من قبل قناص مفارقا الحياة فورا. ويقول موقع المشاهد نت الذي أعد تقرير بعنوان قصة مصور صحفي قتل في تعز، نجا الصحفي الطاهري من قناصة الحوثيين وقذائفهم التي تستهدف الأحياء السكنية بتعز منذ أكثر من 3 سنوات، لكنه لم ينجو من قناصة رفقاء السلاح المتقاتلين في المدينة الموجوعة. وقال الموقع إنه قتل بعد أن وثق بعدسته آلاف الصور التي تحكي معاناة أبناء الحالمة جراء الحرب والحصار. يضيف المشاهد نت لم يكن أصدقاؤه الذين أطلقوا عليه قبل سنوات لقب القناص لبراعته في التصوير يتخيلون أن نهاية ستكون على يد قناص من نوع آخر لا يعير حياة المدنيين الأبرياء أي اهتمام. وفي مفارقة عجيبة نعى المصور الصحفي محمد الطاهري قبل رحيله بساعات قليلة على صفحته في فيسبوك، نعى صديقه أيمن العزي الذي قتل خلال الاشتباكات الدائرة بين فصائل الجيش في مدينة التعز ليلقى المصير ذاته بعد ساعات. ويعمل الطاهري كمصور متعاون مع وسائل الإعلام إضافة إلى عمله مسؤولا للعلاقات العامة والإعلام في المستشفى الذي أسعف إليه عقب الإصابة، وقائدا لفريق أنت الخير التطوعي الذي ينشط في المجال الإنساني بمدينة تعز. وأثار مقتل الصحفي والناشط الطاهري غضب الناشطين المدنيين في مدينة تعز والذين طالبوا الجهات الأمنية في المدينة بالقبض على القتلة وإنزال العقوبات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء. الشرطة في عدن تحتجز أحد الضيوف في عرس أقيم في التواهي وتطالب الشرطة بحضور العريس. وقال موقع عدن الغد إن شرطة التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن ألقت القبض على شخص أطلق الأعيرة النارية خلال زفاف. وأوضح العقيد نبيل عامر مدير شرطة التواهي أنه تم التحرك فور سماع إطلاق كثيف للأعيرة النارية بموكب زفاف من المعلى إلى التواهي، وتم إلقاء القبض على أحد مطلقي الأعيرة النارية وإيداعه السجن وإعطاء مهلة للعريس للحضور إلى المركز اليوم. وأكد قائد شرطة التواهي بأنه لا تهاون مع كل من يقلق السكينة العامة ويقوم بترويع المواطنين والاستهتار بأرواحهم من خلال إطلاق الذخيرة الحية بالمناسبات، رغم منع وتحذير إدارة أمن عدن من هذه الظاهرة التي راح ضحيتها كثيرون. تعد اليمن قضية محزنة، هذه فقرة من مقال كتبه جان بيير فيليو في صحيفة لوموند الفرنسية وترجم خصيصا لقناة بلقيس. وقال فيه: قام عدنان زريق رئيس العمليات في تعز بتعيين عضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كنائبا له، وكان هذا العضو قد فر من سجن عدن في عام 2008. ولا أخطر من ذلك هو التعاون الذي عرض بين الزعيم السلفي أبو العباس وهو قائد قوي جدا في تعز ومقاتلي القاعدة، وهذا التواطؤ هو الذي قاد في أكتوبر 2017 واشنطن والرياض إلى تسجيل أبو العباس اسمه الحقيقي عادل عبد الفارع في قائمة سوداء من الإرهابيين المطلوبين. لم يغير تسجيل أبو العباس من نشاطه في تعز ولا ارتباطه بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حتى أن الإمارات قد ضمنت استمرار دعمه عسكريا وماليا. إن دولة الإمارات هي في الواقع القوة المهيمنة للتحالف اليمني على الأرض والتي غاب عنها السعوديون، وحيث لا يعمل الأمريكيون إلا في أوقات محددة. تفاوضت الإمارات بالتأكيد من الناحية المالية على تراجع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من بعض معاقلها، أولا في المكلا ثم في زنجبار على ساحل المحيط الهندي. وقد وصفت هذه الصفقات بأنها انتصارات من قبل دعاية أبو ظبي، وقد رافقها تجنيد 250 من المقاتلين الجهاديين في الميليشيا التي أقامتها الإمارات جنوب اليمن.
إن لعبة أبو ظبي المضطربة مع الجهاديين اليمنيين هي انتهازية بحتة في طبيعتها، ولا تعتبر خطيرة مثل بعض الأيديولوجيات في الخليج. ومع ذلك فإنها تلقي مزيدا من الشك على تأثير التحالف في اليمن، حيث يمكن أن تصاحب الكارثة الإنسانية المستمرة أيضا عودة ظهور القاعدة. الظواهري الذي حث تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المساهمة في القتال ضد الحوثيين، وضع نظريته في نهاية القرن الماضي في الجدلية بين العدو القريب والعدو البعيد. هذه القاعدة التي تم استيعابها في أمريكا يمكن التلاعب بها بشكل مفيد من قبل الجهاديين لإضعاف ذلك الزنديق أو المرتد. وبهذا المعنى تعتبر اليمن قضية محزنة. لم ينسى بعض أهالي منطقة الشار في محافظة إب كيف قتلت ميليشيا الحوثي 8 من أبنائهم قبل أشهر، وقامت بذبح 3 أثوار اعتذارا منها عن سفك كل تلك الدماء، حتى أقدمت مجددا على اعتقال عدد جديد. وعنون موقع صحوة نت: ميليشيا الحوثي تختطف 8 مواطنين في إب. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت مواطنين في محافظة إب في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها أبناء المحافظة. وقالت مصادر محلية للصحوة نت إن ميليشيا الحوثي بمديرية النادرة اختطفت المواطنين من أبناء مديرية الشار شرق إب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد أن نهبت ما بحوزتهم من هواتف وأموال ووثائق شخصية. وبحسب المصادر فإن الميليشيا استوقفت المختطفين الذين مروا بإحدى نقاطها على الخط العام الرابط بين مديريتي السدة والشار، وهم من أبناء قريتي منزل جبير وحفاف بمديرية الشار. يتابع الموقع: يتعرض الأهالي بمناطق عدة من مخلاف الشار التابعة إداريا لمديرية النادرة لانتهاكات عدة من قبل الميليشيا الحوثية، كان أبرزها قتل 8 من بائعي القات في رمضان الماضي. وفي تقرير اقتصادي خاص عنوان موقع مسند للأنباء: غضب يسيطر على مدن يمنية، هل سينجح الشارع في إيقاف تدهور العملة؟ ووصف الموقع الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن اليمنية بالأكبر منذ وقت طويل. وقال محللون للموقع إن الحلول التي وجه بها الرئيس هذه الحكومة واللجنة الاقتصادية لن تفيد الاقتصاد الوطني بشيء، كما أنها ليست كافية لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار. وبحسب المحللين فإن عودة الحكومة بشكل كامل ونهائي إلى الداخل وصرف كل المرتبات والاستحقاقات بالعملة المحلية وتشغيل ميناء عدن بطاقته الكاملة وكل الموانئ والمنافذ البرية خارج مناطق المواجهات هي من ستوقف تدهور الريال اليمني، إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز وتأمين مناطق الإنتاج والتصدير بشكل كامل، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة لضبط أداء الأجهزة الحكومية وصرفياتها وفق الأبواب المحددة، وإصلاح الأوعية الإيرادية، الضرائب والجمارك، وعمل حل لاستغلال المتمردين الحوثيين للاتصالات كمورد هام للأموال. أنصار الريال. تحت هذا العنوان كتب سلمان الحميدي مقاله في موقع يمن مونيتور مضيفا في جزء من المقال: يواصل الريال اليمني انهياره، ما الذي يمكن أن نفعله لتفادي ارتطامه بالقاع أو انغماسه في وحل الانهيار؟ أمر سيء ما يحدث، نعم، غير أن الأسوأ هو الصمت المريب للمسؤولين في الشرعية وعدم توضيح أسباب التدهور المريع. الأسعار تغلي، حدث ذلك في الأردن قبل أشهر، وقامت دول الخليج بإيداع مليارات الدولارات لتهدئة الوضع الاقتصادي هناك. تلك روابط الأخوة، رغم جهلنا بمعنى الوديعة التي تشبه الصداقة مع وقف التنفيذ، وربما بتقريب أدق كمن يخبئ مالا عند محتاج. السعودية تخوض حربا معنا ونحن مع السعودية، ومن حيث المبدأ تخوض حربا ضد الميليشيا. وبما أن حكومتنا في الرياض فنأمل منها التحرك لتتمدد روابط الأخوة من البنك المركزي السعودي إلى البنك المركزي اليمني. الله لا يساعد الذين لا يساعدون أنفسهم، والشرعية مخولة بمساعدة نفسها لمساعدة اليمنيين لاستقرار الريال، لكن ما نجده أن المسؤولين يساعدون أبناءهم فقط، يبحثون لهم عن أزقة للتوظيف، وذلك بالمناسبة أمر جيد في طريق القضاء على البطالة، لكنه لا يحسن الوضع الاقتصادي للناس. منذ بداية الحرب يتعرض الريال لهزات ليتفاقم الوضع المأساوي لأنصاره،
ليس أنصار ريال مدريد وإنما أنصار الريال اليمني وأنصار كل الشعب، ليستفيد أنصار الريال السعودي من الصرف ويستلمون هناك ويصرفون هنا، وفي كل مرة لا يخرج أحد ليذكر السبب ويدلنا على الحلول. الحكومة نفسها ربما لم تتجه لمخاطبة التحالف لمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل الخروج من الأزمات المتتالية. في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لو فيغارو التي عنونت بالشأن اليمني 38 قتيلا في غارات قبل مفاوضات جنيف، ونقلت عن مصادر طبية وأمنية أن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ ضربات جوية جديدة على مشارف مدينة الحديدة في اليمن، ما أسفر عن مقتل 38 متمردا خلال الساعات 24 الماضية. وجاءت الغارات قبل أيام فقط من المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في جنيف يوم الخميس بمحاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع الذي يمزق اليمن. وفي الساعات 24 الماضية قام التحالف بغارات جديدة ضد مواقع الحوثيين على الحدود الغربية والجنوبية لمدينة الحديدة على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مسؤولون من القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس بريس. وقتل 38 متمردا وأصيب 26 في الهجمات التي طالت المباني والمركبات العسكرية وفقا للأطباء وعمال الإنقاذ في مستشفيين محليين. ووفقا لمسؤولين يمنيين سيتم في جنيف مناقشة مصير الحديدة، وهي المدينة الرئيسية التي تمر عبرها المساعدات التي يحتاجها السكان اليمنيون. تحاول الحكومة اليمنية إنقاذ العملة الوطنية عبر حزمة إجراءات اقتصادية كما تقول العرب الجديد، تهدف إلى تنشيط موارد النقد الأجنبي أبرزها النفط والغاز، وسط شكوك حول إمكانية تطبيق هذه الإجراءات في ظل انقسام البلد والمصرف المركزي مع استمرار الحرب. وأمرت الحكومة بوقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية مثل السيارات وزيادة المرتبات بزيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام، وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين. وجاءت هذه الإجراءات بعد أن قطع مئات المتظاهرين المحتجين على تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة، قطعوا الطرق الرئيسية وأضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة عدن، وجعلت قفزة الأسعار بعض السلع الأساسية في غير متناول كثير من اليمنيين، فيما يكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون في ظل تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي. خير منصور يكتب مقالا عن ضرورة إيجاد مصطلحات جديدة للتعبير عن الحال الذي وصل إليها العرب في علاقاتهم وعداواتهم الداخلية، وقال في صحيفة الخليج: لم يحدث أن تردد مصطلح المصالحة في الأدبيات السياسية العربية بين عرب وعرب، فالمصالحة تكون بين أطراف بلغ الخلاف بينها الذروة. وحين كتب الشاعر الراحل أمل دنقل قصيدته الشهيرة بعنوان لا تصالح، لم يكن يقصد العرب وصراعاتهم البينية، بل وضعهم جميعا في خندق واحد وطلب منهم عدم المصالحة مع عدو يحتل أرضهم. وليس هذا فقط ما استجد في معجمنا السياسي وأدبياتنا، فهناك مصطلحات كانت محددة الدلالات ولا تحتاج إلى أي إضافة كالتحرير والاحتلال، لكن ما جرى بعد ذلك وبسبب احتلال عرب لأرض عربية كما حدث في غزو الكويت أصبحنا بحاجة إلى توضيح ما نعنيه بالاحتلال والتحرير، فالأمر لم يعد حكرا على فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي. ولم تجد مثل هذه التحولات الدراماتيكية مراصد سياسية وثقافية تبين مدى خطورتها على الأجيال القادمة، لأن تحليل مثل هذه الظواهر يحتاج إعلاما لا يرتهن لهذا الطرف أو ذاك، وليس له نظرة عوراء بحيث يرى جانبا واحدا من المشهد وبالتالي يمزج دم القاتل بدم القتيل. ما استجد من تعابير ومصطلحات سياسية في حياتنا خلال العقدين الماضيين على الأقل يدشن حقبة مشوشة يصعب فيها الفرز بين الحقائق والأوهام، وقد يستغرق الكشف عن المسكوت عنه في هذا السياق زمنا طويلا، لأن اللغة تتغلغل في العقل وليس في اللسان فقط، وما نسمعه على مدار الساعة من محاولات المصالحة بين التوائم الأعداء يوحي بأن العالم العربي أصبح عوالم واللغة أصبحت لغات،
وكل القواسم القومية المشتركة أصبحت في مهب عواصف التاريخ. لا يزال سكان بلدة شانيشينغ نابورة الهندية يحافظون على تقليد قديم يتمثل في عدم تركيب أبواب لمنازلهم وجعلها مفتوحة على مصراعيها أمام الجيران وزوار المنطقة من الحجاج الهندوس. وتستقبل هذه القرية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد منازل سكانها 200 منزل حشودا من الحجاج الهندوس الذين يتدفقون عليها لأداء صلواتهم للإله الهندوسي شاني. وتعنون شبكة البي بي سي: زيارة إلى بلدة هندية لا وجود فيها لأبواب. هناك ستجد أحد أكثر المعابد في الهند تبجيلا لهذا الإله الذي يضع سكان البلدة ثقتهم الكاملة فيه باعتباره حاميا لهم. وقرر هؤلاء بسبب أسطورة تعود إلى 300 عام تقريبا عدم تركيب أبواب لأي من منازلهم. ولا يقتصر ذلك على البيوت فحسب، وإنما يمتد إلى كل المباني الخدمية من الفنادق إلى مركز الشرطة وحتى المصرف. ولذا لن تجد هناك محلا واحدا يبيعك أقفالا أو مفاتيح. وبمرور الوقت ضاعت شهرة هذا البلد وترسخ إيمان سكانها بعقيدتهم. وبينما توفر الستائر نوعا من الخصوصية، يستخدم نوع من الخشب الرقيق في بعض الأحيان لحماية النصف السفلي من المدخل للحيلولة دون دخول الحيوانات الضالة إلى المنازل. اللافت أن السكان يمارسون أعمالهم اليومية دون شعور بالقلق إزاء مسألة تأمين منازلهم أو ممتلكاتهم. ويبلغ إيمانهم الراسخ بالإله الهندوسي حد إقدامهم على السفر خارج القرية لأيام دون أن يطلبوا من الجيران التحلي باليقظة حتى لا تتعرض منازلهم للسرقة. صحيفة القدس العربي نقلت عن وسائل إعلام برازيلية قولها إن الحريق الهائل الذي شب بمتحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو تسبب في تدمير القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن. ونقلت صحيفة محلية عن خبير المتاحف ماركو أوريلو، وهو واحد من بضعة أشخاص دخل المبنى المحترق، قوله: كل شيء انتهى. الأشياء الوحيدة التي نجت من الحريق من بين 20 مليون قطعة من المعروضات كانت مجموعة من النيازك مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة. منظمة اليونسكو أعربت عن أسفها لفقدان مجموعة لا تقدر بثمن تنتمي إلى البشرية جمعاء. ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي اندلع خارج مواعيد زيارة المتحف الكائن بمنطقة سان كريستوفاو بمدينة ريو دي جانيرو. ما هي الهوية؟ تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب الفائزون يأخذون كل شيء مهزلة النخبة لتغيير العالم أنان جيريد هاراداس مقاله المنشور في نيويورك تايمز والمعاد نشره في الغد. ويقول الكاتب: يعتقد المفكر العالمي كوامي أنتوني أبييه بأننا متورطون في حروب الهوية لأننا نستمر في ارتكاب الخطأ نفسه، المبالغة في إبراز اختلافاتنا عن الآخرين وتشابهاتنا من نوعنا الخاص. إننا نفكر في أنفسنا كجزء من قبائل متجانسة والتي تقف ضد القبائل الأخرى، في حين أننا جميعا ننطوي على جموع. يبدأ أبييه كتابه الأكاذيب التي تلزم بملاحظة أنه كثيرا ما يسأل كرجل صاحب هوية غامضة ومراوغة: ما أنت؟ ولذلك يشكل كتابه رحلة استكشاف للسبب في أن الناس يشعرون بالحاجة إلى تثبيت الهويات، إضفاء الطابع الجوهري والأساسي عليها، وكيف يمكننا أن نهرب من هذا التثبيت. كثيرا ما تكون كتابة أبييه منعشة بل وجميلة. علماء القرن التاسع عشر الذين حاولوا أن يجعلوا من لا شيء العرق شيئا كانوا قد جندوا لإعطاء محتوى للون، لكن ثمة تحذيرا عادلا مع ذلك. كتاب أبييه يحاول أن يجلب قدرا مقلقا من كلام الفيلسوف، من كل اللافتات اللا إرادية المتشنجة من نوع: أنا أهدف إلى إقناعك بأن، والجمل التي تتخذ شكل القوانين الموضوعية مثل التفسيرات العلمية. يمكن أن تؤكد أيضا التفسيرات الكنسية القديمة، وهو ما يعرض احتمال التسبب بنفور الكثيرين. إذا كانت لدى أبييه نقطة عمياء فهي في افتراض أن الجميع يمكن أن يكونوا عالميين بارتياح مثله هو. وهو يقتبس الكاتب المسرحي الروماني تيرينس: أنا إنسان ولا أعتقد أن أي شيء إنساني يمكن أن يكون غريبا بالنسبة لي. ويكتب أبييه: الآن هناك هوية ينبغي أن تلزمنا جميعا. لكن هذه الرؤية تعاني من سوء التقدير نفسه الذي عانت منه رؤى أخرى، مثل تلك التي اقترحها والد بارك أوباما عندما عاد إلى كينيا وقلل من شأن قبليتها باعتبارها ضيقة، وانتهى به المطاف إلى الفشل،
وفقا لعمة أوباما التي قالت للرئيس المستقبلي: إذا كان كل فرد عائلة فلا أحد يشكل عائلة. وعادة ما يحب الناس الانتماء إلى أشياء صغيرة بما يكفي ليشعروا بها. في جولتنا المصورة لهذا اليوم ومن صحيفة الديلي تيليغراف صور لمجموعة من الحيوانات وأخرى مملوءة بالحزن والفرح، نتابعها معكم. كيف يختزل فن الكاريكاتير المواقف ويعبر عن وجهات النظر؟ هذا ما نشاهده عبر مجموعة من رسومات نشرتها الصحف اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.